السلام عليكم وأهلا بالجميع. فيديو جديد اليوم حنعمل مع بعض كيكة عيد ميلاد لطفل عمر السنة. جميلة جدا وبها تفاصيل كثيرة، سوف تنال إعجابكم إن شاء الله. أولا نقوم كالعادة بتجهيز كل الأشكال التي نزين بها الكيكة، والأفضل قبل بيومين أو أكثر. هنا بدأت بعمل مجسم باص المدرسة الأصفر، تابع المراحل، خطواته سهلة جدا. فقط لا تنسوا عند تشكيل مجسم الباص نستعين بكيكة فلين نفس الحجم الحقيقي حتى تأخذ نفس تقوس الكيكة لكي نلصق المجسم بسهولة. عندما نكمل عمل المجسم نقوم بتلوين وعمل التظليل، هذه الخطوة مهمة جدا وتزيد من جمال الأشكال. جهزت بعض الأشكال الخضراء كأنها نباتات لتزيينها فوق الكيكة. طريقة عمل هذا المجسم موجودة بفيديو سابق، الرابط بالأعلى. هذا المجسم تجدون طريقته بالفيديوهات القصيرة أو الشورت. ننتقل هنا إلى عمل الشجرتان. فقط احتجت إلى كرتين من فلين وعودان من الخشب. هنا فقط دهنت بقليل من الماء لكي تلتصق عجينة السكر ببعضها. جهزت هنا الحيوانات التي سأضعها في الباص. وفي الأخير جهزت مجسم البالونات ورقم 1. الكيكة كانت أحمر مخملي أو Red Velvet. بعد مرحلة الخبز نقوم بتغليفها بالكريمة ثم بعجينة السكر
لتكون جاهزة لمرحلة التزيين. أولاً، قصصت قطعة من عجينة السكر على شكل شبه منحرف، سوف تكون على القاعدة بمقدمة الكيكة كأنها مفترق طريق. ثم بعد ذلك قصصت شريطاً طويلاً وأحطه بمساحة قطر الكيكة كأنه طريق حولها. بالنسبة لحافة الطريق سوف نغطيها، فلا داعي أن ندقق بتسويتها. الآن نجهز المستطيلات بالأبيض والأسود ونلصقها على حافة الطريق. من الأفضل أن تكون نفس الحجم قدر المستطاع. استعملوا مسطرة أو قوموا بقص واحدة وقيسوا عليها. ثم بعد ذلك نلصق مستطيلات صفراء في منتصف الطريق. هنا بدأت بلصق مجسم الباص مع جميع الحيوانات المجهزة مسبقاً. أهم شيء نضغط عليها قليلاً لتلتصق جيداً. ثم استعنت هنا بأعواد أسنان للصق المجسمات عند الأطراف. من المهم تحديد مكان لصق الألوان ليكون القوس متساوي وجميل، والأهم الضغط ولصق أول لون جيداً لأنه سوف يكون عليه ثقل الألوان الأخرى.
ألصقت الغيوم بحافة القوس لتغطية حوافه. وهنا كما ترون كيف ألصقت الاسم. أبدأ دائماً بالحرف الأوسط لكي يكون الاسم بالوسط تماماً. ثم نكمل تثبيت المجسمات المتبقية برويال آيسينج. والآن أترككم أحبائي مع بقية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وشاركه مع أحبائك والمهتمين لهذا المجال. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.